حاكم إقليم مندول عيسى الجدي يترأس الانطلاقة الرسمية لتطعيم المواشي من الأمراض المعدية بمنطقة مندول. القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير تواصل نشاطاتها وأعمالها بمدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سيلا على يومها التالي على التوالي. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير من الفضائية التشادية. يسعدني أن أصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. ترأس حاكم إقليم مندول عيسى الجدي الانطلاقة الرسمية لتطعيم المواشي من الأمراض المعدية بمنطقة مندول بحضور مسؤولي وزارة الثروة الحيوانية وعدد من أعضاء فيدرالية الرعاة بالإقليم. علي فاضل قدركي والمزيد. في قرية منكرة التي تبعد بحوالي 10 كيلومتر عن مدينة كمرة حاضرة إقليم مندول، أطلق المسؤولون حملة لتطعيم البهائم ضد الأمراض المعدية. في كلمته بمناسبة انطلاقة الحملة، شكر ممثل فيدرالية رعاة إقليم مندول محمد طاهر بادل المسؤولين القائمين بهذه الحملة ضد الأمراض المعدية، وأضاف بأن هذه الحملة ستساعد الرعاة في المحافظة على بهائمهم ومن ثم دعم التنمية الاقتصادية. من جانبه مندوب التنمية الريفية بإقليم مندول مادرة هارون قال إن هذه الخطوة التي يقوم بها المسؤولون لمحاربة أمراض المواشي تدل على نيتهم السليمة وعزيمتهم على تنمية هذا القطاع الحيوي. كما ناشد الرعاة باحترام المسارات الرعوية التي وضعتها الحكومة حتى لا يحصل صدام بينهم وبين المزارعين. ومن ناحية أخرى طالب المسؤولين باتخاذ القرارات اللازمة لمحاربة مخربي البيئة، وخصوصا الذين يقومون بحرق العشب والأشجار التي تستفيد منها البهائم. ونوه بضرورة حفر آبار مياه للرعاة ومواشيهم. وختم الحفل بكلمة حاكم إقليم مندول عيسى الجدي، والتي ناشد فيها الرعاة بضرورة الإسراع بتطعيم مواشيهم تجنبا لانتشار الأمراض. كما طالب من ممثلي الفيدرالية والمسؤولين من هذا القطاع بمضاعفة الجهود لتطعيم جميع مواشي المنطقة. قدمت مؤسسة القلب الكبير مجموعة من المعدات والمستلزمات المدرسية للمندوبية الإقليمية المكلفة بتدريب الشباب بمدينة جوز بيضة بحضور الأمين العام لإقليم سيلا عبد الله هارون والتفاصيل. في إطار نشاطاتها الخيرية، مؤسسة القلب الكبير عبر خدماتها الاجتماعية والإنسانية، حيث قدمت هذه المرة المستلزمات التعليمية إلى المندوبية الإقليمية المكلفة بالتعليم والشباب بإقليم سيلا. وبهذه المناسبة فقد أكدت رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير بإقليم سيلا شمس الهدى بكر كدده بأن هذه المستلزمات والمعدات التعليمية جاءت بتوجيهات من رئيسة مؤسسة القلب الكبير حين ديبيتنو بهدف دعم ومساندة المسيرة التعليمية لمختلف التلاميذ بالإقليم. من جانبه ممثل فيدرالية جمعيات أولياء أمور التلاميذ وممثل مؤسسة القلب الكبير بإقليم سيلا محمد السوار قدما شكرهما علام حدود لمؤسسة القلب الكبير على هذه البادرة التي وصفها بالمحورية. هذه اللافتة الإنسانية جعلت الأمين العام لإقليم سيلا محمد جنا بكر أن يقدم ثناءه وإشادته الكاملة لسيدة البلاد العولة صاحبة القلب الكبير. هذا وفي نهاية المناسبة تم تقديم عدد من الهدايا وشهادة تكريم لسيدة البلاد العولة رئيسة مؤسسة القلب الكبير من قبل سكان الإقليم. تواصل القافلة الطبية لمؤسسة القلب الكبير أعمالها بداخل مدينة جوز بيضة، حيث أجريت العديد من العمليات الجراحية الناجحة لعدد من المرضى. حسين النور والمزيد. في يومها الثالث على التوالي تتواصل أعمال القافلة الطبية لعلاج مرض العيون التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية السودانية، تتواصل على قدم وساق، حيث أنه في صبيحة هذا اليوم الأحد السابع من يناير الجاري قد لقي هؤلاء المرضى فحوصات وعمليات جراحية ناجحة ومجانية. من بين هؤلاء المرضى هذا الرجل الذي يسمى بموسى آدم موسى، الذي يبلغ من العمر 60 عاما، والذي كان يعاني من ضعف في النظر طيلة 17 عاما منعه من العمل.
حيث قد لقي اليوم علاجا نهائيا لتلك المشكلة بعد فحوصات طبية تطلبت إعطاءه نظارة تساعده في البصر بشكل جيد. حالات بالجملة متشابهة تماما مع حالة موسى قد لوحظت هنا بهذا المخيم، إضافة إلى آخرون يعانون من المياه البيضاء التي تسمى بالكتريك، لكنه وبفضل هذا المخيم الطبي لمؤسسة القلب الكبير الذي جاء بتوجيهات من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديب إدنو، فإن كل هؤلاء المرضى سيجدون العلاج بشكل كامل خلال أيام من عمر هذا المخيم. ترأست يوم أمس وزيرة المرأة التضامن الوطني والأسرة أمينة كوجيانا الجلسة التفكرية لمناضلي ومناضلات الجلسة ومناضلات المجلس البلدي بالدائرة السابعة، وذلك لمعرفة الاستراتيجية ودعم برنامج الحركة الوطنية للإنقاذ. كان ذلك بمقر المكتب السياسي بالدائرة، حيث حضر المناسبة العديد من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، ويعتبر هذا الاجتماع الأول مرة منذ توليها هذا المنصب الوزاري بحلول عام الميلادي الجديد 2018. قدم رئيس تحالف الشباب من أجل التنمية ودعم النهضة في جاتا قدم حديثا صحفيا قدم فيه الحصيلة التي قدمها التحالف، مؤكدا على المشاركة الجميع في تنمية البلاد. جزء من هذا البيان: كلمنا في قواماتنا سنتر افريك الغوفرنمان تشاديين وفرنسا شيف دي ليتا ادريس ديبي ادنو من 2003 2015 سينا خير لي ريبوبليك سنتر افريكان وجاكا بالينا بياتو كل ما مشكله بريزيدان وزول فاهم عليهم افريك بنفس نقولوا دا بلا خاص سو ريجون انا يا ترى شيف دي ليتا واقف بريزيدان دي لا ريبوبليك ميم با عليهم في اتو انا في انا يا ترى كلم لي 31 كلم قال شنو كم الله قال امين دا نجو نندوس في ريفورم قدامنا جن داكور اني ندورنا قدامنا ماشين ليسلاتيف وانا في انك اسبوار عندنا ان شاء الله 2018 دا حالا نلقو كريز ايكونوميك الكريزا فرابي لي دوال كتير ما افريكينا بس اوروب ازي كل داخل فوق امريكا بنفسها حاسة في كريزا لا كريز الي مونديال كريزا فرابي العالم كله ما تشاد ويدا دونك انينا سوي انانا ل 2018 اسبوار اندي ناتيونال ميتي هايدا يعني توجور عندك اسبوار 2018 دورنا يكون لنا اسبوار مشاكل الجاي لنا دا كله كي الله يرفع يا اخواني اتيديان كله يعني انا كلنا باسيف بكان الله انت تغيري قبل تجي تبقى مبكر نادو تغيري قبل مبكر تجي تبقى شغل الدوله انينا ما اخواني اتيديان انا مام مية في مية ما خليهم من كل بيشوفوا كم أبو جايت فونشنر جاي شيفا سالير شغل الله سكاب بيجو كم غران فرقات المهم نعرف كل أنا كم أعرف فكى سيتياسيو أنا بيجي دم في ما خلي بس برو شغل الجرا كل بفوت. أزيل الستار على فعاليات الدورة الشرعية الثانية التي نظمتها حلقة عبد الله بن العباس للعلوم الإسلامية لصالح الأمهات، استمرت فعاليتها لمدة أسبوعين بجامعة الملك فيصل. محمد حسن آدم والمزيد. تحت شعار دور المرأة في حمل راية الإسلام، جاء الحفل الختامي لفعاليات الدورة الشرعية الثانية للأمهات ربات البيوت، وذلك بتنظيم من حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية، وأن الدورة استمرت لمدة أسبوعين، حيث تلقت المشاركات نماذج من الدروس في الفقه والسيرة النبوية إلى جانب سور من القرآن الكريم تتمثل في مادة صحح قراءتك، فضلا عن أحاديث نبوية شريفة. المشاركات من ناحيتهن قدمنا شكرهن الخالص للمرشد العام للحلقة الشيخ صالح محمد رمضان والأساتذة والمشايخ والدعاء بالحلقة لما بذلوه من أعمال وإنجازات في مجال خدمة الدين والأمة الإسلامية بالبلاد، لا سيما تعليم الأطفال والنساء أمور الدين المختلفة. الشيخ أحمد محمد صالح في كلمته التي ألقاها نيابة عن المرشد العام للحلقة أشار بأن هذه البادرة تدخل ضمن برامج الخمسية التي أطلقتها الحلقة تحت شعار الدين والوطن. في هذه المناسبة الشريفة المباركة التي
تعنى بتكوين المرأة المسلمة بدورة شرعية أقيمت لصالح أخواتنا وأمهاتنا المسلمات. والمرأة المسلمة هي التي تعتبر اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع من المجتمعات، المجتمع الذي يسعى لنشر الإسلام وتعاليمه ويعالج الإسلام بطريقة مسلى وبطريقة الذي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد موسى هارون ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشاد هو الآخر ببادرة حلقة عبد الله بن عباس في نشر الدعوة الإسلامية من الأساس. جاء في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات كن له سترا يوم القيامة من نار جهنم، بالشرط إذا قام بواجب البنات رباهم تربية إسلامية وعلماهن الدين، تلك تنطبق عليه الحديث ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاو في نهاية المناسبة وزعت شهادات للأمهات اللائي شاركنا في هذه الدورة الشرعية الثانية، والبالغ عددهن 103 مشاركة. نظمت الجالية السودانية المقيمة بالبلاد بالتعاون مع خريجي الجامعات السودانية حملة نظافة تحت رعاية عمدة بلدية أنجمينة. حضر انطلاق أعمال هذه الحملة السفير السوداني لدى البلاد سعادة عبد العزيز حسن صالح. المزيد عن هذه الحملة لدى الزميل جدة حسن. في إطار تعزيز العلاقات السودانية التشادية ودعما لمسعي بلدية أنجمينة الرامية إلى جعل العاصمة خالية من الأوساخ، تجيء حملة النظافة هذه التي نظمت من قبل الجالية السودانية المقيمة بالبلاد بمشاركة خريجي الجامعات السودانية ومدرسة الصداقة السودانية إلى جانب بعض المدارس العربية التي شارك تلاميذها في هذه الحملة التي تدخل ضمن أنشطة الجالية باحتفالات الذكرى 62 لاستقلال السودان الذي يصادف الأول من يناير من كل عام. نحن كخريجي السودان بمختلف مؤسساتنا في السودان كشادين نشغل عدد من المناصب والوظائف والأعمال الحرة، وعدد كبير جدا من خريجين نقف مع السودان هذه الوقفة البسيطة التي نعتقد أننا هي واجب علينا أن نقف معها من أجل وطننا الحبيب تشاد ومن أجل هذا البلد الذي قدم لنا الكثير. حيث كانت الانطلاقة بدءا من المدخل الشمالي للجامع الكبير الذي يقع بشارع مالدن بدو عباس حتى الصينية الكبرى لشارع أنغرتا تومبالباي. عشان كده نحن قلنا لازم احتفالنا المرة دي بالعيد بتاع استغلال السودان 62 واحتفال كمان بتاع 1 ديسمبر الحرية والديمقراطية في تشاد، انه يكون نحن نعمل حاجة نفيد بها اهلنا في تشاد. فنحن عشان كده في السفارة جمعنا الجالية وجمعنا كل طلاب الدرس اللي تخرجوا من السودان واتصلنا بالعمدة المشكورة، هي وافقت، وكل الاصطاف كل الموظفين كل العاملين في بلدية الجامعة نشكرهم ونقول لهم نحن دائما معاكم في اي شغل يقدم مصلحة بتاعت الشعبين الشغيرين. حملة اشادت بها عمدة مدينة انجمينة مريم جمع عبيد التي هنأت باسمها واسم جميع الشعب التشادي الشعب السوداني بعيد استقلاله المجيد. إن طموحات السلطات العليا بالبلاد ترمي إلى جعل أنجمينة مرآة إفريقيا، لكن هذا الأمل لا يتحقق إلا بالعمل الجاد، لذا يتطلب من الجميع الوقوف مع البلدية من أجل جعل أنجمينة كما نريد. وبهذه الحملة ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.